حلقتنا النهارده، ايه رايك في مستوى التايكوندو في السنوات الاخيره؟ والحقيقه هو مستوى مميز الحمد لله. التايكوندو المصري دايما محافظ على مكانته، كده طرحناه على حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك اون تايم سبورتس. نبيل مدحت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليكي بشكرك شكرا جزيلا، وتحية يعني واصلة لأسرة البرنامج. من وجهة نظري التايكوندو المصري في تطور مستمر في السنوات الأخيرة، وبيتمنى التوفيق للتايكوندو المصري في الفترة اللي جاية في المحافل الدولية إن شاء الله. أكيد إحنا كمان. احمد بغدادي، مساء الفل عليك يا احمد. للاسف التايكوندو المصري فيه تراجع كبير مقارنه بالتايكوندو المغربي، بنتمنى يكون فيه معسكرات خارجيه بصوره دوريه. عبدو حسن، في طبعا مستوى جيد جدا جدا، بس باذن الله التوفيق دايما. مصطفى مؤمن، مستوى جيد للغايه والمهم ان في تقدم. يوسف الجندي، بالنسبة لمستوى التايكوندو في مصر احنا مش هنقدر نقول انه مش كويس ولا نقدر نقول انه ممتاز جدا، لكن نقدر نقول ان في تطور وتحسن ملحوظ في المستوى، وبالتوفيق لكل اللعيبة ان شاء الله. وتحياتي ليكي. تحياتي ليكي يوسف. الرياضات الفردية عامة عندنا في مصر فيها تطور كبير جدا وملحوظ، ولكن بيبقى أكيد دور كبير جدا على كل الاتحادات إن هو يكون بيحافظ على مستوى اللاعبين بتوعه، ويكون بيوفر لهم أكبر قدر ممكن من البطولات والاحتكاك والمعسكرات، بجانب ده كمان إن هو يكون بيحافظ إن ما يكونش فيه فجوة ما بين جيل وجيل، وإن هو دايما يكون عندنا كم ولد وكم بنت موجودين على الساحة الدولية وبيشاركوا في البطولات الكبيرة. أكيد كمان هناخد رأي الكابتن عبير في نقطة زي ديت، رؤيتها للمستوى العام بالنسبة للتايكوندو المصري.